بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو رقم 11 من سلسلة فيديوهات Introduction to Reliability Engineering for Highly Reliable Component and Symptoms. وإن شاء الله في الفيديو ده هنستمر في موضوع Root Cause Failure Analysis، بس في هنا هنتكلم على التكنيكس بقى اللي بنستخدمها أو التولز اللي بنستخدمها في عملية Root Cause Failure Analysis، وممكن نطبقها طبعا في كل الكيس هيستوريز سواء السابقة أو اللي هنتكلم عنها فيما بعد. من ضمن التولز دي الفولت تري أناليسيس والفايف وايز ميثود، وازاي نعمل برين ستورمينج، وازاي نستخدم إيشيكاوا دايجرام أو الكوز اند افكت دايجرام، وكمان استخدام البريتو أناليسيس اللي هي بتعالج الفايتال فيو درايفل ميني. مر علينا الفولت تري اناليسيس، ودي احنا قلنا ان هي لايك تري ستراكشر، وبنطبق فيها السيمبل لوجيك اللي هو الاند والاور، وهي تشبه الجرافيك ديزاين، ممكن استعين بيها برضو بعض الكالرز والجرافيكس، وبتساعدني ان انا اقدر انكلودنج مالتيبل كوزز، يعني في الاخر بقى عندي عده كوزز في الاخر، لان برضو هنا كان في مالتيبل كوزز، كل دول مالتيبل كوزز، فممكن يبقى تساعدني برضو ان انا احط الكلام ده بدل ما هو واخد شكل بوليت او ليست كده، ممكن يتحط في شكل جرافيكال، بيبقى افضل حتى للفور برزنتيشن، عشان اشرح بيه افضل او اوضح بيه الصورة افضل للمسؤولين، بيبقى اتراكتيف، لان هو دايما احنا بنحب الحاجات اللي فيها جرافيكس واللي فيها كولرز واللي فيها انيميشن، بتبقى اسهل في البرزنتيشن، وبتوضح لي برضو السلسلة الشين أو السيكونس leading to the root cause، يعني برضو مجرد أنها visual illustration الصورة أفضل من ألف كلمة، ممكن تغني عن كلام كتير وتغني عن يعني تكست كتير، وبتوضح لي الباثوي من السيمتومز أو الديفكت الى الروت كوز، هي الباث ماشي ازاي. كل دي مميزات للفولت تري اناليسيس. يعني مثلا لو اتكلمنا عن موتور فيلير، ممكن نقول الموتور فيلير دي علامه ايه بقى، اند ولا اور؟ دي اور، تمام. يبقى هنا الموتور ديفكت ممكن يكون حاجه من الاثنين دول، يا اما الديفكت في الموتور نفسه او مفيش باور سبلاي، ده الكتريكال موتور، يعني العيب في الموتور نفسه، او ان لو الموتور ده مش واصل له اصلا ايه، ما فيش وصول له كهرباء، بالظبط كده، مش ما فيش تغذيه جايه له ايه كهرباء، او ان واصل له كهرباء والعيب في الموتور نفسه، ممكن يكون العيب في الموتور نفسه. طيب لو مش واصل له كهرباء ممكن يكون ايه، انا عندي توس باور سبلاي، في عندي المين باور سورس والسكندري فيه اتنين باور سورس احتياطي، هل 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 is it applicable to use or here؟ هنا لازم أنت، بالضبط كده، هنا لازم أنت. طيب ايه الريفليكشن بتاع كده على الانفستيجيشن، ايه تبعات الاند دي على الانفستيجيشن؟ لو عندي تيم ممبر بيبحثوا البروبلمز دي، واستبعدنا ده خلاص الموتور ما فيهوش ديفكت، وعرفت انه ما فيهوش ديفكت ازاي، ان انا خدت الموتور ده وما خدته في الوركشوب، وبعدين عندي في الورك شوب في سيت اب، ووصلت الموتور ده بالايه بالباور سبلاي اللي عندي في الورك شوب من السورس بتاع الورك شوب، ولقيناه بيشتغل، يبقى في الحاله دي اقول ايه بقى، اقول ان الموتور ده ما في، يبقى المشكله مشكله ايه، مشكله كهرباء عندكم في الموقع او في الحق، مش كده؟ طب في الحاله دي لما يبقى كده الانفستيجيشن بتاعتي ايه الريفليكشن بتاع الكيس دي؟ انا وصلت للليفل ده دلوقتي، انا هنا في الليفل ده، في الليفل ده بما ان دي اند، يبقى انا ده معناها في ان فيه ماست، هنا في حاجه ملزمه عندي، هنا لازم التيم بتاعي يبقى ملزم بحاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ ان لازم يعمل انفستيجيشن للمين باور سبلاي وانفستيجيشن للسكندري باور سبلاي، لان لو في واحده فيهم شغاله، معنى كلمه اند دي ان الاثنين دول فيلد، معناها ان الاثنين دول فيلد،
معناها ان انا مش هضيع وقتي واقعد ادور في واحد واقول اتنين ممكن يكون سليم، او اقعد اسال نفسي يا ترى واحد ولا اتنين هما اللي فيهم الفيل، لا ده واحد واتنين هما اللي فيهم الفيل. فده يوجهني برضو ان انا لما اجي اعمل بقى انفستيجيشن يبقى انا اتاكد ان العيب في واحد واتنين وليس واحد او اتنين، وحتى الريكومنديشن بتاعتي برضو هتبقى في واحد اند اتنين. نفس الشيء لو عندي بيرنج فيلير مثلا، البيرنج ده بيوصل له عمليه اللابريكيشن عن طريق حاجتين، حاجه اسمها سلينجر وحاجه اسمها لوب اويل بام. لوب اويل بام، فلو مشينا مع الفولت تري اناليسيس دي والبيرنج فيلير، ممكن يكون البيرنج فيلير بسبب حاجه من اتنين، اور ايه هو الاور؟ يا اما نو لابريكيشن خالص، مش واصل للبيرنج ده لابريكيشن، او وصل له لابريكيشن بس هنا اوفرلود عليه، او الهاي سبيد اوفر سبيد، او اوفر تورك، او اوفر باور، هما السبب. طيب نيجي للنو لابريكيشن، طبعا دي ممكن برضو نبحثها بشكل تاني. لو اتكلمنا عن النو لابريكيشن وبصينا على الاستراكشر والكونستراكشن بتاع البيرنج ده، هنلاقي اللابريكيشن بتاع البيرنج ده اكشوالي بيتم من خلال حاجتين، يعني له تو سورسز. بالظبط زي الموتور ده لما كان له برايمري مين باور سبلاي وسكندري باور سبلاي، يبقى ده هنلاقيه هو ده الايه، هو ده الايه، نفس المشكله، نفس الوضع بالنسبه للبيرنج ده. هو بيجي له اللابريكيشن عن طريق اللاب اويل، يعني في هنا بايب لاين كده، في هنا بامب زي ما قلنا قبل كده، والبامب دي بتسحب من خزان وبتضخ هنا الايه الليكويد للبيرنج ده، وطبعا كمان بتضخ للبيرنج الثاني ده. وفي الترناتيف حاجه اسمها سلينجر، سلينجر اللي هو ده الجزء ده كده اسمه سلينجر اهو، ده زي رينج كده فلوتنج على الشافت. يعني ايه؟ يعني مش متثبته مع الشافت. هي دي اسوره برضو، الشافت برضو عاملين له اسوره بس طبعا مش ذهب، يعني عندنا حديد. الاسوره دي بتلف مع الشافت، وهي بتلف بتعمل ايه؟ تفتكر لما يكون عندي هنا اويل اسبلاج عامله زي مغرفه كده، وهي ماشيه كده بتلف مع الشافت عماله ايه؟ تعمل سبلاشنج، تعمل سبلاشنج للاويل على مين؟ على البيرنج ده. طب هي ليه عاملينها دي؟ ليه السلينجر دي عاملينه؟ لا هي تزود الامان، اسيومنج ان البامب دي حصل فيها مشكله. ممكن البيرنج ده فيري اكسبنسيف، ممكن يحصل فيه فيلير، فيقوموا تاكيدا زي بالظبط نفس الفكره دي اللي هو ايه، المين باور والسكندري باور، او الانيشال والسبورت، او الانيشال والباك اب، يعني ايه كانها امان للسيستم ده عشان احمي البيرنج دي. انا ممكن اقول نوت لابريكيشن الا اذا كان السلينجر دي والبامب دي الاثنين فيلد، ولا ينفع اقول اور؟ ما هو لو ده اور، لو ده فيلد، البيرنج ده مش هيبقى نوت لابريكيتد، لان هيبقى عندي هنا الايه سلينجر. انما كون ان هو نوت لابريكيتد دي معناها ايه؟ معناها ان في هنا فيلير في الاثنين دول، عشان كده انا هستخدم اند. يبقى لازم الاثنين دول يكونوا فيلد، لازم يكونوا الاثنين دول فيلد، عشان كده لما اجي اعمل انفستيجيشن لازم اعمل انفستيجيشن للاثنين دول. فيري كريتيكال ان انا استخدم الاور والاند دول، لازم اكون يعني اوير قوي بالايه، بالتكنيكال بيهايند الايه السبجكت، يعني اذا اكون عارف النولج عن الموضوع، لازم اكون فاهم الاستراكشر والحاجات دي، لازم اكون عارف التفاصيل دي. وكل الكيس اللي احنا اتكلمنا عنها تحس كده ان فيها نولج، فيها انفورميشن، فيها تكنيكال انفورميشن، عشان كده اللي بيعمل الريلابيليتي جروث امبلمنتيشن، لو عايز اعمل جود تيم هاندلنج اند ديبلوينج الريلابيليتي جروث في اي مؤسسه، لازم يكون عنده نولج، تكنيكال نولج دي لازم تكون متوفره عنده. وده خطا بيقع فيه كتير قوي من الايه، من المؤسسات، ان هو بيتصور ان عمليه الامبلمنتيشن بتاع الريلابيليتي دي عمليه اداريه بس، او عمليه تنظيميه بس، او عمليه اجراءات.
لا هي مش كده خالص، هي داخل فيها كتير قوي من الايه، من الادمنستريشن والبلاننج وكمان عمليه الايه التكنيكال نوليدج للامور. لازم يكون هو اوير بالامور دي كلها عشان يكون فيها عندي ايه ريليبيتي سيستم. تعالى ناخد كيس ثانيه لعمليه الايه، عمليه الفولت تري اناليسيس. الفولت تري اناليسيس للكيس دي، الكيس فيري سيمبل اهي. في عندي هنا تانك هسميه التانك دي، وفي عندي هنا بامب، وفي عندي هنا كريتيكال تانك او خزان مهم. الخزان ده لازم يكون فيه ووتر سبلاي، لازم يجي له ووتر، لازم يصل للتانك ده ووتر باي وضع من الاوضاع، لازم يكون فيه ووتر. عشان عملوا له ايه، عملوا له تو سورسز برضو نفس الحكايه، البرايمري والسكندري سورس. برايمري اللي هو البايب بي، والنيتيف او السكندري هو البايب سي. فعايزين نقول امتى، لما يكون امتى يحصل ان نو تانك اي نو فلو، امتى التانك ده ما يوصلوش فلو، ايه السيناريوهات المختلفه اللي قد تسبب، وعايزين نصيغها على شكل الايه الفولت تري اناليسيس. هيجي في الابر ليفل بتاع هنا نو فلو، تانك اي نو فلو، وعايزين نستخدم بقى ايه الاو الاور والايه والاند جيت نو فلو. احتمال يكون نو فلو من البايب بي، والبايب دي نو فلو لان هي اصلا مش جاي لها ليكويد نو فيدد، او تانك دي ده امتي. كلمه بايب نوت فيد دي معناها ايه؟ معناها ان في مشكله في البامب، يعني دي ممكن نقول هنا ايه البامب فيها مشكله. يعني امتى التانك ده ما يوصلوش ووتر؟ نفس الشيء بالنسبه للبايب بي، او احنا قلنا حكينا يا اما فينا ستك في البايب لاين، او البامب فيها مشكله. فعايزين نستخدم بقى الايه المعلومات دي عشان كرييتنج او استابليشنج الايه الفولت تري. طيب وان مور، ذيس از وان مور. احنا عندنا فاير بامب، دي تو بامبس عشان سبورتنج الفاير سيستم، وهنا في فولف، وبرضه هنا في بامب نمبر 1 وبامب نمبر 2. ايه السبب؟ لو عايزين نطبق الايه الكلام ده على الايه على السيستم ده، هنقول نو ووتر فروم فاير بامب. حاجه من اتنين، يا اما ده يا اما ده، الفالف بلوكت، الفالف ده بلوكت، او نو فلو جاي هنا من البامبس. ده اللي هو نو ووتر فروم ذا تو بامب، يعني مفيش هنا فلو جاي من التو بامبس دول. بعد كده نبقى نقول ايه، طب ليه مفيش فلو من التو بامبس دول، واي نو فلو فروم ذا تو بامبس؟ يبقى ان انت لازم الاثنين يكونوا فيلد، عشان كده انا هستخدم هنا انت. يبقى نو فلو هنا لان بامب لا، يبقى نو ووتر فروم بامب 1 نو ووتر فروم بامب 2. نيجي نتكلم بقى عن كل بامب منهم، هيبقوا تيب يعني الكلام ده هيبقى تيبيكال فور بوث، ده زي ده بالظبط. ليه نو فلو فروم بامب؟ برضو هيبقى لها سببين، ويبقى العلاقه بينهم هنا اور، يا اما البامب لها يا اما الموتور ده، حاجه من الاثنين. يعني لو اي واحده فيهم يبقى برضو هيؤدي لنفس النتيجه. السكند رول او السكند تول اللي هي بنسميها فايف وايز، هو مش لازم يكون فايف على فكره، هو ممكن يكون اي نمبر من الوايز، ممكن اقل من فايف او اكتر من الفايف. الادفانتج او الميزه بتاعت الفايف واي رول ان هي داز نوت ريكواير سبيشال تريننج او ستاتستيكال اناليسيس، عمليه سهله وبسيطه جدا. دي عمليه ستيب باي ستيب ابروتش عشان موفينج فروم هاير ليفل تو لوور ليفل، يعني فروم كوزز تو روت كوزز. الغرض منها ان انا اوصل ان انا انكفرنج الروت كوز للبروبلم، وكيب كونتينيوسلي اسكينج واي واي ميني تايمز تيل اي ريتش للروت كوز.
ده بيساعدني ان انا اعمل حاجه اسمها ديب دريل او دريلينج داون، يعني بعمل دريلينج للمشكله او بوصل لاعماق المشكله quickly and directly without any need for special training او special statistical techniques. ممكن فيو وايز تكفي، ممكن more than five تكون required. مثلا لو قلنا ايه، عندي مصنع والمصنع ده الاوبريشن جيت ستك، اقول واي، لقيت ان الكونفير بيلت اللي هو بينقل الاحجار والخامات انسايد الفاكتوري توقف. طب ليه الكونفير ده توقف؟ لان الدرايفنج انجن بتاعته حصل فيها بروكن. طب ليه الانجن حصل ليها بروكنج؟ لان الوايرنج سيستم او الالكتريكال وايندنج سيستم الموجود فيها حصل فيه ان هو فرايد، يعني نتيجه لارتفاع الحراره بيجف. طب ليه واي برضو؟ لان الانجن ما حصل لهاش بروبر مينتنس في مواعيد المينتنس المجدوله. ممكن اقول برضو واي، ممكن اكيب اسكينج واي. طبعا انا ممكن يعني اكون حذر جدا ان انا ما يعني نوت كيب اسكينج واي واي. وانس وصلت لحاجه لوجيك ان انا بقول هنا ايه، ان انا خلاص اقدر اخد اكشن هنا. يعني هنا في الفراينج انا ما اقدرش اخد اكشن، هنا بروكن، انما انا اقدر اقول هنا ايه، اراجع بقى المينتنس بتاعتي، اراجع السكيدول بتاعتي، اراجع الترين السكيل بتاع الاوبريشن. في الحاله دي انا وصلت لاكشن. انا ممكن هنا يبقى في الحاله دي مش سهل ان انا اخد ايه، اخد اكشن. وانس ان انا وصلت لليفل او مستوى، هو انا لو خدت اكشن هنا ان انا راجع المينتنس سكيدول بتاعي وعدل بقى التوقيتات بقى بتاعه المينتنس سكيدول، في الحاله دي يبقى انا بقلل. لو مثلا بعمل بريفنتيف مينتنس، يبقى انا هنا المفروض ان انا اقلل الانترفال او ازود الفريكوانسي بتاعه الايه المينتنس، ويبقى ذاتس ات، يبقى انا كده حليت الايه. برضو هنا فيلير كيس، سيميلر كيس الفيلير، تيبيكال فيلير السيل فيل، برضو السيل ده ميكانيكال سيل برضو فيل بس بشكل تاني، يعني ما كانش انترميتنت بقى وما كانش اللي بي جي، لا ده كان كونتينوس ليك. فاحنا بنسال ليه حصل هنا ليك، وهنلاقي برضو السبب هنا مختلف تماما عن الكيس اللي قبل كده، انما هو نفس الاستراكشر وبرضو اللاب دي فيس اوبن نفس الحكايه. اي ميكانيكال سيل بيعمل ليك بيبقى السبب ان هو ايه، السيرفيس دي او الكونتاكت سيرفيس دول اللي هم بنسميهم الاستيشنري بيس والروتري بيس، معروفين اول اتنين دول، هم دول الاساس بتاع اي ميكانيكال سيل. يعني ده الجزء ده بيبقى استيشنري مع الكيس ثابت، والجزء ده بيبقى ايه حاجتين، روتيتد وسلايدنج. السلايدنج ليه؟ عشان كومبنسيت الوير اللي ممكن يحدث هنا زي ما قلنا قبل كده، وهو كيب ان كونتاكت عن طريق السبرينج ده. ده السبرينج اهو اللي موجود هنا ده، والسبرينج ده بيبقى ريتيند من وان اند، يعني متثبت من طرف وفري تو موف من طرف اخر. يعني السبرينج بيبقى عامل كده، ده ثابت، الجزء ده بيبقى ثابت، ثابت مع ايه، مع الشافت. وده عشان يعمل ايه، يعمل بوش للجزء الموفابل ده او الروتري بيس دي، عشان يعمل لها بوش كده كل ما يحصل تاكل هنا ما بينها وما بين الجزء الايه، الجزء الثابت ده. الجزء ده ثابت كده، ده مش هتحرك، ده ثابت في مكانه. فكون ان يحصل اي سيبريشن بين الاثنين دول، ده معناه ان ايه، ان الليكويد يجي هنا ويخرج ويعمل ايه، ويعمل ليك. فكرته بسيطة، عشان كده بسموه ميكانيكال، لأن هي أجزاء متحركة، يعني هي أجزاء ميكانيكية إيه، متحركة. السطحين دول لابد، لابد يعني إيه، يعني معمول لهم سيرفيس كواليتي عالية جدا، فلما يحصل ليهم أوبن فيعمل إيه ليك. طب هما ليه أوبن؟ مرة كان أوبن لأن حصل هنا فابوريزيشن، والفابوريزيشن ده حجمه زاد وأوفركم السبرينج فورس وريتيرن الروتيتنج بيس دي باكورد، فسمح للليكويد انه يخرج. دي مره تانية في السيناريو اللي فات، انما احنا هنا عايزين نعرف ايه، هنا ما فيش ال بي جي، هنا ما حصلش فابوريزيشن،
طب ممكن يكون ايه السبب؟ انفستيجيت المشكله دي بعد ما بقى عندنا خبره بقى عن موضوع الميكانيكال سيل ده. ممكن ممتاز، والله ممتاز جدا، ممكن السبرينج يكون ضعيف. ايه تاني؟ انا الاول بحط ايه حاجه اسمها ويش ليست، اللي احنا بنعمله لسه اسمه ويش ليست. ما بنيجي نعمل برين ستورمنج سيشن بنعمل الويش ليست دي، نسمح لكل ممبر وات ايفر هي لايك تو منشن، ما فيش اي ريستريكشن على اي حاجه. سبرينج اول حاجه، كولينج سيستم، كولينج سيستم. ايه تاني؟ ليه الحل؟ ايه تاني غير الكولينج سيستم؟ اوفر هانج او ستاك، اللي هو الاورينج، الاورينج ستاك او اوفر هانج. ماشي، ايه تاني؟ ايه اللي يمنع ان ده يبقى ان كونتاكت مع ده؟ هي دي ممكن نقول اوفر هيت مثلا، هيت عملت فابوريزيشن مثلا، ممكن نقول هيت عملت فيبر. كل دي ويش ليست. ايه تاني؟ انا انفستيجيت دي ولقيناها مش هي المشكله، وانفستيجيت دي لقيناها هي مش المشكله. ما انا بقول ايه، ايه اللي ممكن تاني؟ حاجه بسيطه جدا يتخيلها، ان السبورت ده اتفك. السبورت ده اسمه كولر، الكولر ده هو ده السبورت، هو اللي سبورتنج السبرينج ده من وان اند. ايه ان السبرينج ده لو بقى فري، لو بقى السبرينج ده حر، لا هو السبرينج ده فيه حاجتين. ده العيب مش في السبرينج على فكره هنا، لا العيب هنا في الكولر دي، مش هصلح السبرينج. المشكله دي لما اجي اعالجها مش السبرينج خالص، ده لسه هنقول حاجه تانية، ده هي مش السبرينج، ده هي الكولر دي نفسها اللي فيها مشكله. الكولر دي هي اللي مشكله. المشكله دي الكولر دي عباره عن ايه؟ في هنا بولت كده، مسمار، في هنا مسمار، مسمار ده مش بيمسك السبرينج، بيمسك الكولر دي على الشافت ده، بيلحمها في، تقوم هي تبقى ايه مصد للسبرينج عشان السبرينج ايه ما يرجعش. دي بقى لو دي مش مربوطه كويس، طيب السبرينج يعمل ايه؟ السبرينج يرجع هنا كده، يبقى حر، يبقى ما يضغطش هنا على الايه، يبقى العيب في السبرينج، يبقى العيب هنا في الايه، في الكولر. العيب هنا في الكولر دي فكت اهو. ليه الفيس اوبن؟ ليه حصل الفيس دي اوبن؟ اهو هنقول السيت سكرو اهو، مش ما قلناش السبرينج، قلنا السيت سكرو هولدنج ذا روتر يونت سليبت. السيت سكرو، السكرو اللي موجود ده هو سليب، سليب يعني فك. فالايه الكولر دي تتحرك، وبالتالي السبرينج اصبح ايه؟ مش محكوم، اصبح لوز. طب ليه السيت سكرو ده سليب؟ خلينا بقى ايه ننسى، خلينا ننسى كل اللي فات ونتكلم ان انا بقى عندي مشكله جديده، وكل ده اصبح دلوقتي ليه السيت سكرو ده اتفك. سيت سكرو سليب، ليه السيت سكرو ده سليب؟ هنقول ان هو احتمال ان هو نوت بروبابلي تايتد، مش مربوط كويس، ممكن يكون يعني نقول ايه عمليه التايتنج يعني نوت اناف تايتنج، نوت اناف تايتنج، ليه ما تربطش كويس؟ والله جبنا العامل وقال له والله انا ربطت عليه جامد جدا، انا ربطت عليه على اقصى ما يمكن، انا وانا بربط ربطت عليه اقصى ما يمكن كده، انا ظبطته كويس قوي، ربطته كويس قوي، بس كل ما نشتغل يفك تاني، كل ما نربط عليه ونشتغل يفك تاني. وعلى فكره الحاله دي اتكررت 4-5 مرات، يعني يفك ويوقفوا التشغيل ويرجعوا تاني يفحصوا ويلاقوا الايه السيت سكرو ده مفكوك، يقوموا يربطوه تاني ويرجعوا يفحصوا وهكذا وهكذا عده مرات. طب ليه السيت سكرو ده؟ قال لك لانه هو مربوط على هاردند سليف. يعني ايه هاردند سليف؟ يعني الشافت ده كده عليه هنا عشان يعملوا له حمايه، عاملين له زي ايه؟ زي جراب، جراب زي بالظبط الايه الجراب اللي مثلا بنستخدمه عشان نعمل بروتكشن مثلا لاي حاجه، ده الايه حافظه كده عليه زي غلاف على الايه على الشافت. ليه عاملين الغلاف ده؟ على اساس لو حصل اي دامج للسليف دي تبقى سليف كده يعني زي حاجه مفرغه كده، مفرغه من الداخل والشافت بيركب فيها. على اساس ايه؟ طب ايه سبب السليف دي؟ هي بروتكشن للشافت، بحيث ان لو حصل اي دامج بدل ما يحصل للشافت، والشافت ده فيري اكسبنسيف، يحصل للسليف دي نقوم نغير السليف دي بسهوله. طب ليه هو
ليه هي السليف دي هارد؟ كلمة هارد معناها ايه؟ معناها ان العامل ده مهما يربط البولت ده على السليف الهارد دي مش هتمسك. It will not indent. Indent يعني ايه؟ يعني تخترق وتقفش وتمسك. في بالعربي كده يعمل اختراق ويعمل ايه؟ ويعمل indent. او ده اسمه الاندنت. ده الاندنت اللي هو الاختراق اللي حصل عشان يحكم الايه؟ التثبيت. انما لو كان السطح ده هارد مهما نربط نلاقيه ايه؟ مش قادر يتغلغل، مش قادر يعمل الاندنت ده. مهما نضغط هو برضو ايه؟ مش قادر يعمل هولدنج. فده لان ده هارد. ده لو كان هارد. انما لو كان سوفت مش سهل جدا ان هو يعمل التثبيت. ده في حالة لما يكون سوفت. فقال لك ان السبب هو كده. هو فعلا كده السبب. طب نرجع تاني نقول طب ليه؟ ليه هي هارد؟ قال لك لان العامل ما قدرش يميز الفرق بين الهارد والسوفت. ليه ما قدرش يميز؟ because الاتنين دول stored with the same number. يعني متخزنين بنفس الرقم. ومتخزنين في نفس المكان مع بعض السوفت والهارد. يعني عملية التخزين وعملية إدارة المستودع والبروكيورمنت هي السبب في المشكلة دي، لأن هما stored with the same number. هل أنا هقدر أقول تاني ليه واي واي؟ لا خلاص، واضح إن أنا أقدر أعمل إيه موديفيكيشن للوضع ده. يا جماعة مخازن، يا بتوع البروكيورمنت، يا بتوع الستورز، خلي بالكو ان في تاج نمبر مختلف وفي مواصفات مختلفة. مش معنى ان الدايمنشن واحدة، يعني هما نفس الدايمنشن، هما نفس الدايمنشن ونفس الشكل ونفس السايز وكل حاجة، بس ده واحد هارد. رغم ان هما يمكن نفس الماتيريال، بس واحد فيهم معمول له تريتمنت هارد وله رقم. هو ما بصش على الرقم، هو بص على الايه؟ على الشكل. لا الشكل ذا سيم، ام حاططهم مع بعض في نفس الايه؟ في نفس المكان. فده اللي عمل الايه؟ ده اللي عمل المشكله. فطبعا البروكيورمنت هو المشكله هنا. المشكله في عمليه الايه؟ عمليه المستودعات وعمليه الايه؟ وعمليه التخزين.